إذن عبقري عبقري التمثيل المصري الفنان أنور وجدي استطاع تطويع موهبة كبيرة اللي هي فيروز الصغيرة الطفل الشقي اللي أبهرت الجميع بأداء الذكي الطريف ومدى استيعابها لتعقيدات الدراما الفنية. فيلم ياسمين هو أول فيلم لفيروز مع أنور وجدي، ويعتبر هالفيلم الاستعراضي من أنجح الأفلام السينمائية، وهو من إنتاج عام 1951 وإخراج وتمثيل وإنتاج فتى الشاشة الأول أنور وجدي وتمثيل الطفل المعجزي فيروز مديحة يسري ذكي رستم. أما الكتابة فلأبو السعود الإبياري. ماشي يا خبير، اتنتشت محفظتك حلو، واتلطشت الساعة يا حلو، اتنتشت محفظتك حلو، واتلطشت الساعة يا حلو، تمشي وتتطوح وتقول أنا جدع أنا ما جدع أنا أقول، تمشي وتتطوح وتقول أنا جدع أنا ما جدع أنا أقول، تمشي وتتطوح إذا قصة الفيلم بتدور حول رب أسرة تنجب زوجته بنت بسموها ياسمين، وبما أنه هو ما بيحب البنات بياخذ الطفل الرضيعة وبيتركها على باب أحد الملاجئ. بعد فترة بيموت الأب وبتكبر الطفلة وبتهرب من الملجأ وبتنضم إلى عصابة من الأطفال محترفي النشل. عازف ساكسوفون بيلتقي بالصدفة ياسمين، بيطلب منها تعاونه بمهنته وبتعيش معه فترة، ولكن ياسمين يلي مش متعودة على حياة الشرف تهرب وبترجع للعصابة بالوقت يلي بيكتشف فيه العازف إنه ياسمين هي حفيدة رجل ثري، وبالوقت يلي بيكون عم بيحاول الجد والأم البحث عن ياسمين تتفق هي مع الأطفال الآخرين لصطوا على إحدى الفيلات، وبيصادف إنها فيلا الجد، فبيتم القبض على العصابة وبتعود ياسمين إلى أمها وبتتزوج الأم من العازف. لأنه البطولة لطفلة فكانت هناك شكوك حول نجاح الفيلم، وقد كان أنور وجدي شخص يعشق المخاطرة، لذلك أنتج فيلم ياسمين دون تردد، وكان من المقرر أنه تشاركها الفنانة فاتن حمامة بطولة الفيلم، ولكن رفضت المشاركة بها الفيلم يلي بتدور أحداثه حول طفلة. أيضا كان من المفترض أنه يكون هالفيلم إنتاج مشترك بين أنور وجدي والموسيقار محمد عبد الوهاب، إلا أنه الأخير اعتبر إنتاج فيلم لطفلة لا تجيد سوى غناء المونولوجات مغامرة، وهو بغنى عن هالمغامرة، بينما أصر أنور على إنتاج الفيلم لينجح نجاح منقطع النظير. Thank you.
فيلم ياسمين يعتبر أول بطولة لطفلة بتاريخ السينما المصرية. جوال انتقلت السينما المصرية نقلة نوعية بالنسبة للأطفال بعد ما اكتشف الفنان اللبناني الياس مؤدب فيروز وقدمها إلى المنتج الفنان أنور وجدي. فكانت فيروز من خلال ياسمين نعم هي أول طفلة بطلة بتاريخ السينما المصرية، ومن بعدها قدمت فيلم فيروز هانم وذهب وغيرهم، وكل أفلام تم صناعتها ليكون الطفل هو المحرك الرئيسي للأحداث. بياسمين واجه أنور وجدي تحديات كتير كبيرة لحتى قدر يبرهن إمكانية نجاح فيلم بطلته طفلة. كان موضوع كتير جديد على السينما المصرية وعلى جمهورها، مثل ما قلت قبل كمان محمد عبد الوهاب رفض يشارك بالإنتاج، فاتن حمامة كمان رفضت مشاركة طفلة بالفيلم، ولكن وجدي المعروف بروح المغامرة خاض المخاطرة لوحده، جاب مدربين أجانب لتدريب فيروز لعدة أسابيع لحتى يهيئها لأول بطولة سينمائية. ولما عرض هالفيلم كانت النتيجة أن نجح أنور وجدي بما خطط له، ونجحت هي فظيعة. هي فظيعة يعني عن جد. موهبة. ما بعتقد في هلا هيك اطفال بيقدروا يعملوا هالشيء، ما بعرف. موهبة كتير. هلا ابني مبلا بس انه انا ما بحب يمثل. عم بمزح. مريم، انور وجدي قدر يربح التحدي باطلاق فيروز الطفله سينمائيا، مين استفاد اكثر فنيا من الاخر؟ انور وجدي كان المستفيد الاكبر ام فيروز؟ طبعا جوال هن اثنيناتهم كانوا مستفيدين، بما انه عم نحكي عن شخصيتين بيتمتعوا بموهبه فنيه كتير كبيره، ولكن على الارجح المستفيد الاكبر كان فيروز الصغيره، لانه لما انفصلت عن انور وجدي ورفض والدها وقت تجديد عقد الاحتكار بعد 4 افلام ناجحه جدا كان اخرها ذهب، أضر هالانفصال بفيروز أكثر من ما أضر بأنور وجدي. هو الوحيد يلي عرف كيف يوظف موهبتها، والدليل أنه لما حاول والد فيروز ينتج له هو بنفسه أفلام ما قدر يحقق أي نجاح يذكر. فيروز ما لقيت بعد أنور وجدي مخرج يقدر يتعامل مع قدراتها الفنية، الجمهور ما قدر يتقبلها خارج الإطار يلي رسمه إلى أنور وجدي، دبلت موهبة فيروز بعد ما تعاملت مع غيره وفشلت بعدة تجارب سينمائية، كل هالشي خليها تعتزل الفن وتترك وراها ميراث قيم ما بيتعدى إلا 4 أفلام ناجحة. يعني اعتزلت كانت صغيرة، مش أنه اعتزلت، كان عمرها 16 سنة جوال لما اعتزلت. نعم. مريم نرجع منشوفك نحن التنين بإصدار فكرة جديدة. الله رأك. منتابع حلقتنا لننتقل إلى الأمسية الرمضانية يلي أقيمت بمركز السفد الثقافي للفنانة غادة شبير. الأمسية قدمت خلالها غادة شبير مجموعة من أغاني الطرب، والتفاصيل منتبعهم سوا. لما شاركت الفنانة اللبنانية غادة شبير بصوت الفيروزي المتمكن أبناء طرابلس أجواء الرمضانية، فأحيت أمسية رمضانية بمركز الصفد الثقافي قدمت فيها باقة من أروع الأغنيات الطربية والقصائد لعظماء الفن الأصيل والتراث القديم. رمضانية حضر حشد من المهتمين بالطرب الأصيل من كافة المستويات والأعمار، وغنت غادة شبير بهالأمسية أغنيات لأمير الشعراء أحمد شوقي ولموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وروائع الشاعر عبد العزيز سعود البطين. يا شادي كما غنت
للكبير سيد درويش وللملحنين الكبار فريد الأطرش، فيلمو وهبي، محمد الأصبجي، وجدي شيا وحليم الرومي، حيث تميزت شبير بقدرتها على إبراز إمكانات صوتها التعبيرية. غادة شبير المنحازة للتراث القديم قدمت أصعب وأجمل الأغاني وأقنعت جمهور متنوع بالأذواق والأعمار، فأطربوا ما سمعوا وتفاعل معه بعقله وقلبه وروحه. أبعد مراسل وأكتب جوابات تشكيلة وأتزل